السلام عليكم. ضمن المشروع نتاع مترو الجزائر اللي عنده الان 3 تفرعات باتجاه بلاقي، وكذلك باتجاه مطار واري بومتين، وكذلك باتجاه ساحه الشهداء وباب الواد. اليوم حبينا نعرفكم بالتوسعه باتجاه بلديه بلاقي انطلاقا من محطه محمد العربي ببلديه عين ناجه. اذا حبينا نعرفكم بمستوى تقدم الاشغال بهذا الخط، خاصه على مستوى المحطات الاربعه التي تتخلل هذا التوسعه. اذا بدون اطاله خليكم تابعوا الفيديو حول هذه الاشغال ومدى تقدمها. والسلام عليكم. Okay.